لمدة 3 سنوات أنت تتابع فيهم خاصة حالات الداون. والراجل شوية على الأقل بعد 3 أو 2 أسبوع. البيشنت هنا عنده تي اس اتش لو وعنده تي 4 تكون هذه هتكون سنترال. السنترال يبي يعني طريقة معينة في التعامل معاه، حتى لو كان ديتيل، حتى لو كان زيك بيبي، الأم عندها دراجز واخدة دراجز، هذه كل من الثيروكسين لما تعطيه حيخشش البيشنت في كرايسيس. عشان هيك إذا كان أنا عندي بدائية اتدفعت على الكورتيزون في البداية، هي 2 ويكس اوف ايش ان امبلانت وذ بينس، اللي هو اذا كان انا داير لهم سكان، داير لهم سكان ودوكومنت ان هم ديفيد، لا ما عنديش امكانيه وكنت هاي مستعجله. طبعا نحتفل اليوم باليوم العالمي للطفل الخديج والولادات المبكرة. اليوم هذا يقام سنويا يوم 17 نوفمبر. العالم يحتفل بهذا اليوم للتوعية بأهمية الفئة هذه، الأطفال الخدج اللي يولدوا قبل 37 أسبوع أو يولدوا قبل الأوان بتاعهم إنهم مش مكتملين النمو، لأن هذه الفئة تحتاج إلى دعم كبير سواء من الـ من الـ من الأشخاص الطبيين أو من المجتمع. الفئة هذه هي محتاجة الدعم بتاعها، محتاج ناحية مالية، من الناحية المالية محتاج أجهزة تعتبر مكلفة نوعا ما، ومن الناحية الأشخاص اللي يهتموا بهم محتاجة أشخاص على كفاءة عالية. نحاول نوفرهم إن شاء الله، يعني الجامعة تحاول توفر هذه إيش تدرب هؤلاء الأشخاص. اليوم هذا هي أول مرة نحتفل به هنا في مدينة البيضاء برعاية جامعة عمر المختار وشركة الأذريون وشركة الديوان.